اريح اريح مع راسك اريح. السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو اخرى مع اخوكم شات. اريح روبيو از باك. واو اكثر الكومنتيرات اللي كتبتو روبيو ديرنا روبيو القواصاوي الروبيو 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 هذا كنت صنتو يكون داكشي ما زوينش عندك يكون داكشي ما زوين بحال حنا ديجا سمعنا شي حاجه ديال الروبيو ما كانتش زوينه صافي بليزير تمزك الروبيو صراحه. فري ستايل ما فهمتش فري ستايل واش ديسك ولا فري ستايل ولا كيفاش كيفاش الفيلم. واريح اريح ديك تبت تبت ريح ريح الخاوة الو مرحبا بالناس ديال طنجة. ولنبدأ لنبدأ ريح معلم. يا راب طريقة محوشرة في دي بنانا شير كلماتي مخسرة. انا حبسو بغيت نعاود شكون الصوت ديال الاخر شكون مع علم غيتيري بعداك كتبوا لي في كومونتير حيت ما عرفتش القصه. بغيت نعاود نسمع هاد البارتي الاولى وتا تدخلها باش بدا الديس. عرفتي واش بدا الديس؟ تفاجات. يا راب طريقة محوشرة في دي بنانا شير كلماتي مخسرة حروفي تسرة تبات بقسرة هذا لاش مني سمعتيهم جاتك الحسرة وفاكا بلا بالغشرة اي فرقة لا بدل بيك تخرج خسرة تربيك تروبا ما كتبت اي فرقة لا بدل بيك تخرج خسرة زوينة اي فرقة اي فرقة دي ما راب هو تروبا ما كتبدل البشرة كلالاتو مالك يديرو كيف قشرة وو يا هاشم معك رجال ماشي معك شميت رب خرج ماشي تغنى على اللي ماشي واللي فايت ارقود يا لا لي بونش عندهم سمومين روبيو روبيو باقي ان شاء الله عنده مستقبل زاهر ان شاء الله في الراس هاشم معك رجال ماشي معك شميت رب خرج ماشي تغنى على اللي ماشي واللي فايت واه رجل طنجة رجالة معاك ماشي شميت وراب خرج باش تغني على اللي ما جا واللي فايت قول لي يا حبيبي واش دوقتي هاد ساي بايت مندوز سربعة بغيت كل صباح كنشوفك ميت من اتاي بيت ولا ميت اش في تي ويلا جبت البيت شطح نصا كسرت في المبوز والحرف انا ماشي قصة ربنا رجال ماشي شميت لي مصوصة وي بودا عندك في غدا مقروصة كلامي تيغ فراس وقمتي غير انا لا والله يترابو زوين الراب ديالو زوين الراب ديالو مقبول لواحد الدرجه وتو تبارك الله مقبول الدري هذا بزاف مقبول تبارك الله نعاود البارتي هادي كنشوفك ميت اش في تي ويلا جبت البيت شطح نصا كسرت في المبوز والحرف انا ماشي قصة ربنا رجال ويلا جبت البيت شطح نصا كسرت في المبوز والحرف انا ماشي قصة ربنا رجال ماشي شميت لي مصوصة وي بودا عندك في غد هاد البوستر هاد الباساج هاد زويون هذا اللي شفتو دابا ربنا رجال ماشي شميت لي مصوصة هادي هاد البوستر زوينة من لهنا كما كنقول لكم قلبوا على الافكار شي افكار زوينين يردوا شي اماكن زوينه شو الكاميرا كتحرك معايا عندك في غدا مقروسه كلامي تي غفراس وقمتي غير انا فيه حتى شحال لي وراه زوينه كلامي تي غفراس قبل ما نتي غفراس كلامي مقاسو بس ولا خلاه ولا حرقوا هاد الراس وهذا الطبيب اللي غيداويه تراب اسو رسالة دروي كلاب خلط باب حيتو حالة كاع لي قالو صلاب طوطال مزلالة راس عيا حلا ما مالك وسمع الحوالة انا غي زاهي عدا ماشي كلاش ويلا تخيل معاك القصة عيد 19 ياه انت غي غيور باغي علي باش باغي زول الفلاش اللي مرون بالهاش ياه شي خاص الرابر حنت في الراب جيم خاص هذا
خاص تكون عندك واحد الشخصية وتكون ديك لعيبة ومني تبغي تكلاشي بحالك عاطي واحد الهيبة حنت واخا راه لي فان عزيز عليهم هذا عزيز عليهم في الرابر وما عزلوا الراب ولا يتمزكوا للراب حتى كيشوفوا داكشي ديال الغانغستا حنا ما بغيناش بنادم يمشي داكشي ديال الغانغستا ولا شي يقتل شي نو غير هو مادام لا كولتور ديال الراب غادا فداك الدومين سو كيبغيو يشوفوا الرابر ديالهم حرش في هادي بحالك يا ديال راه ماشي كلاش غن انا غير زاهي هذا ماشي كلاش و الا دخل معاك القصه عيطنا 19 يا غير باغي علي باش باغي زول الفلاش اللي مرون بالهش يا كتجيني الضحكه و دابا باكي بغيت بلد كيخرج لك ما يشاف داك الشيء في الافلام نط كيقلب قالك ما قالك نعم انا راه باش بان مقود اسمع كلامي شوف هوايه كيف كيبرد سمعتها قال نعمل الراب باش نبان مقود هي هذه حنت في لاكولتور اللي كيرابي راه اندر جراوند الزنقه ومسقط الزنقه وداكشي ومره ما زنقه ما والو بنادم ولا باغا لا قدابا وجيك حليلو تيهم تخسر تبقى فينو مسكينو كيدو لك ما يتردو الباتينو كيدو لك قصصينو وردي مسينو حال بامبينو كيدو خمي اللي قبلو حبينو يا القافيه بيل وجيك حليلو تيهم تخسر تبقى فينو مسكينو كيدو لك ما يتردو الباتينو كيف بغا يكون اساسينو وردي مسينو حال بامبينو كيدو خمي اللي قبلو حبينو وانت بالمكسب باش تكون فلان صيبه كتغني والله شحال اللي باين شارين في مصيبه وانت خلعك النقطه د امتحان جابو لك طبيبه فين الهيبه اللي توقف الكار وتقد تجيبها ما جمعت حتى شي وجده وانا العالم نتحدى ويلا معاونينك الفلوس انا في الدين مقدى جميع اللي يعني في الدي حدا يلي ضغط علينا قربت موتك نوضة وضا باش غتفك ولي صفحت المقدة كلامي موجه اي واحد كيتحدى نديك في الهدى بيك نزغدى ماشي غريب شين هتقول الربيع لي يتعدى طلعتي لحس فرشتك غاية الشهرة وتشوف بلا بلا بادو كشن حك لك على الدبرة تقول فيهم مقودة بشرتك ببحرة كلي لط بحالك لحس انا خاوة غين السخرة فولة طبيعة فاك موسيقاكم وخلو زية مواضيعة بدل من لحد مبادئ ذاتي سبيعة جان مشاريع ماشي بنص بالحيسة تحسن مرجة سميتك وسيعة حمارة في السيكان شيتا كابيتان هدي ضعيف وخرجت سميتا عبد التليفون واو واو وما باش يحبس وما باش يحبس اصاحبي وداكشي زوين ما حتى انا ما بغيتش نبدا نعبس داكشي زوين داكشي كنسمع زوين زوين اصاحبي وعندي دوبل ميسيو انني نفرز اش كيقول باسكو راه هكاك راه اللهجه راه مبدله فهمتي ما ساهلاش عندي ولكن موسيقي عندك شي اللي كنسمع زوين اصاحبي ما بقاش نهبس الدين داكشي سبيعه جان مشاريع ماشي بنص بالحيسة تحسن مرجة سميتك وسيعة حمارة في السيكان شيتا كابيتان هدي ضعيف وخرجت سميتها عبد التليفون هادي سطات ديال البارتي هو كيدير براسو تا هو حمارة في السيكان شيتا كابيتان هدي ضعيف وخرجت سميتها عبد التليفون الدوم امريكان حاجة وحدة قلت ريمان زلت لسان تخلي الروبي شارك لك بيفان هادي الختمه هذيك زعما دلت لي صار غير فرق عليك البيفان روبي راه يفرق عليك البيفان ماشي يا ها يس يس يا مامان وو جميل اريح معلم اريح الا مبغيتش تريح مور هذا الشيء كاين مشكل الا مبغيتش تريح مور هذا الشيء كاين مشكل شوف المهم باقي لنا شويه ديال الوقت نهضروا باش ما نطولوش عليكم الفيديو ان شاء الله هذا السيد هذا ان شاء الله هذا السيد الا بقى غادي بهذا المستوى هذا غيكون عنده شأن كبير في الراب المغربي صراحة لحد الساعة ما سمعت حتى شي ديسك ديال هاد السيد هذا وما عجبنيش ولا نافقتكم ولا مثلت وحق الله العلي العظيم الى موسيقته وما كنسمعهمش والله حتى رياكشن حقيقية على هاد السيد هذا وحق الله العلي العظيم كنا بدينا بغربت ودرت مراديش طونجي سيتي ودابا اريح هاد السيد هذا تبارك الله عليه مستوى جميل جدا كونوا على يقين وباقي الهضره اللي قلت عليه ليا مات الاولى هي هذه مقبول عنده واحد الراب زوين عنده واحد التكنيك زوينه متمكن بواحد الطريقه فريمون زوينه فريمون واحد الطريقه زوينه تبارك الله عليه انا ما عارفش على من دق
فهاد اللعيبه هادي. واخا هو قال راه ماشي كلاش ولكن شي لعيبه الا تلفت عيط ل 19 ولا ما عرفتش حسبك حسيتي بعيط ل 19 واش حاجه مي ما عرفتش علاه من دق ما سماش تاش كتبوا لي الا كان طاري بينو شي فيلم ولا شي حاجه ولا شي استوار ولا شي بدايه شي بيف ولا شي حاجه قولوا لنا باش نعرفوا باش ما نزقلوش البيف باش نشوف واش كاين. ولكن راه هاد الصاط هذا جو بونس الا دخلتي مع البيف فا جو بونس ما غتخرجش منه الا دخلتي مع الصاط هذا على ما اظن على اظن باسكو ديجا هنايا حيت كنت مؤلف انايا واخا كيغني فهمتي غنى على الظروف هذا ولكن هاد الفيرسيون كلاش ديالو هاد الفيرسيون ديال بين لا بارتي كلاش عجبتني فاش كيكون الرابر وسبيسيالمون الراب كيما قلت لكم عنده هاد الكوتي هذا ديال راه كنقد كلاش وكنقد خياب صافي هذيك كتكمل وكتولي رابر متمكن. هذا ما كان معكم اخوكم الشاذ ونتلاقاو في فيديو جاي حيدنا.